لا يعني هو حضرتك الفترة اللي فاتت احنا يعني عارفة قعدنا نسمع كلام كتير قوي وكلام كله او معظمه غير حقيقي، لانه لم يصدر عن الناس المسؤولة عن اقامة هذه التحالفات، وكانت عبارة عن تخمينات صحفية وطلعت نتائج وطلعت ناس زعلت من حتى استنتاجات الصحافة في هذا الشأن. وبالتالي انا بقول للناس نهدى شوية، وانا اتمنى ان يكون في فعلا تحالفات انتخابية، ولكن مش بالطريقة اللي بتعقد دلوقتي. التحالف الانتخابي انا رأيي ان هو يتم على المقاعد الفردية، هو ده الهم الاكبر لنا المفروض الفترة الجاية، مش القايمة. القايمة عبارة عن 120 واحد، لكن العدد الاكبر اللي موجود هو ده التحدي اللي احنا هنواجهه الفترة الجاية. ان احنا لو ما اتفقناش على هذه المقاعد الفردية ما بين الاحزاب المدنية، هتلاقي احزاب تانية دخلت واحتلت هذه المقاعد، عندهم فلوس وعندهم تنظيم وعندهم تنسيق. احنا الثلاث حاجات دول مش عندنا. ففي بعض الاحزاب عندها وهم بان هي تملك الارض، عندها وهم القوة ووهم المال، وانا بقول لهم ان الكلام ده مش صحيح. في حالة من العزوف الشعبي وفي توجهها ناحية الاحزاب. تضيفي على الحاجات ديت بقى كلها انه الناس كمان في الانتخابات القادمة في بتاعت المجلس النواب، الناس زهقانة من فكرة الانتخاب نفسها. انا يعني اتمنى ان يكون في اقبال من الجمهور على هذه الانتخابات، لان عدم اقبال الجمهور هيحصل في انه الطرف الاخر اللي هو اكثر تنظيما هينزل الناس بتوعه، وبالتالي هيكون في مأزق عن وجهه. كل ده اللي احنا بنشتغل فيه هنا في على ساحة على مستوى الجمهورية ده بيتطلب تنسيق، وتنسيق عالي جدا بين الاحزاب المدنية، لكن مش بالتنسيق اللي بيجرى دلوقتي. التنسيق اللي بيجرى دلوقتي ان احنا عايز اعمل قائمة فيها 120 واحد، كل رؤساء الاحزاب المدنية ينزلوا في هذه القائمة، وده كلام فارغ. مش هو ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين الناس تتكلم على المقاعد الفردية، يكون في تنسيق. انا شايف ان الحزب الفلاني عنده شخص قوي في مكان ما، اذا الاحزاب الاخرى ما تنزلش حد ينافسه، ما فتتش الاصوات. مش عايزين نلاقي في دائره واحده في 150 واحد مرشح من سواء كان مستقل او احزاب مدنيه، ده هيفتت الاصوات وهيخلي الطرف اللي هو هينزل بواحد بس الاخر هيجني هذه الاصوات وهو اللي هيحتل المقعد. فانت كده عندك خطر شديد جدا. المجلس القادم ده مجلس في منتهى الخطوره من ناحيه اللحظه التاريخيه ومن ناحيه المهام المكلف بيها. وبالتالي انا اتمنى ان الناس تنهض بقى الى مستوى هذه الخطوره، يعني نتعامل مع الموقف بشكل اكثر جديه واكثر مسؤوليه، ان في فعلا موقف خطر اللي بتواجه الدوله، وهو ده هيكون بدايه تعطيل الدوله اذا المجلس تم السيطره عليه من اطراف اخرى. ده بدايه التعطيل لمصر هيبقى الفتره القادمه. فاتمنى ان احنا نتجاوز كل الحاجات ديت. اتمنى ان الشعب المصري يعني يقبل على الانتخابات القادمه مجلس النواب ويقدم اصواته ويفرق. انا متاسف تماما في ان الشعب المصري اصبح شعب مسيس وعنده قدره كبيره جدا على ان هو يعني يختار الاختيار الصحيح. وان شاء الله المبادرات دلوقتي مطروحه لجمع صفوف او توحيد الاحزاب او القوى المدنيه كلها زي ما الدكتور كمال الجنزوري، حضرتك رايك فيها ايه؟ الدكتور جمال الجنزوري بيقوم بدور وطني خالص وانا اقدره تماما، ولكن الرجل أو يعني بيفاجئ بان الامور مش بالطريقه. يعني هو رجل وطني وعنده دافع وطني ومش بيجري وراء الموضوع دوت علشان ياخد منصب ولا حاجه. الكلام ده كلام مش مظبوط، يعني الصحافه ظلمته. هو الرجل بيرى او زي ما اي واحد فينا مخلص لبلده بيرى ان هو عليه واجب ان هو يوحد الناس. الناس بقى قاعد تقول لك ده هو بيطمع في منصب مش عارف الكلام ده، هو بعيد عنه تماما وهو لم يتحدث فيه على الاطلاق. حضرت انا اجتماعات كتيره معاه، الراجل بيتكلم من منطق وطني ومنطق المسؤوليه ومنطق تقدير خطوره الموقف اللي احنا داخلين عليه. وبالتالي اتمنى ان الاحزاب بقى اللي هو بيتصل بيها تتقدم له ايضا بنفس المستوى، يعني ترتقي الى المستوى اللي هو بيتعامل فيه مع الموضوع. لكن يخشوا يقولوا له لا احنا عايزين 20 مقعد في القايمه وعايزين مش عارف ايه بطلبات عارفه سخيفه وهو مش هتتم. فاتمنى ان احنا كلنا نبقى على مستوى الموقف ومستوى خطورته، واتمنى له التوفيق. ولو ان انا بقول له يعني دكتور جنزوري حضرتك مش للاسف مش هتواجه او مش هتلاقي الصدى الوطني اللي يتلائم مع وطنيتك ومع اخلاصك لهذا الموضوع. طب في المقاطعات الموجوده دلوقتي يعني حضرتك شايف في امكانيه اصلا لتوحيد القوى المدنيه؟ اه طبعا لسه بدري، لان عندنا وقت. لعلمك توحيد القوى المدنية يعني قد يتطلب يعني مثلا أيام قليلة جدا، واحنا لسه عندنا لغاية مارس القادم إن شاء الله. فالموضوع مش صعب، ولكن هي النوايا هي الغريبة جدا، وكل واحد بيرتكن إلى وهم حد دخله في دماغه إن أنت معاك فلوس فهتنجح، إن أنت معاك الشارع فهتنجح. الاتنين دول أنا بقول لهم أنت معكوش حاجة،
ولا معاكم فلوس ولا معاكم شارع. يعني الامور معاهم فلوس لكن مش هي الفلوس مش هي العامل الحاسم الفتره الجايه. الناس دلوقتي مصريين، مصريين جداد، مصريين من نوع جديد، مصريين عندهم قدره على الفرز في الفتره الجايه. الناس كتير هتصرف فلوس كتير قوي وهتسقط، لان الناس مش قبلها في وجوه خلاص اصبحت يعني ملفوظه في المجتمع المصري والمجتمع السياسي، ويجب ان هو يدرك هذا من نفسه، مش يقحم نفسه في المشهد لانه معاه فلوس او معاه نفوذ العيله او خلافه. يجب ان الناس تعرف ان في ناس خلاص ادت دورها وانتهت، ومفيش مانع. انا ولعلمك مش مقترنه بسن ولا شباب ولا عواجيز ولا بتاع الكلام من ده، لكن هي خلاص الناس زهقت من بعض الهجوم، وانا اعتقد ان هم عارفين نفسهم، فاتمنى ان هم من نفسهم كده يبتدوا ينسحبوا ويتركوا الساحه.